لقاء الجامعة، أنا أركز على هذه النقطة حتى بعد لقاء الجامعة. لقاء الجامعة الذي كان كما أعتقد في شعبان أو قبل شعبان، يعني قبل استشهاد السيد بشهرين أو ثلاثة، الكلام والوصية للشيخ اليعقوبي كانت متضمنة شرطين. الشرط الأول هو أن يشهد للشيخ اليعقوبي بالاجتهاد. شيخنا يعني بشرائط خاصة، هو عالم نشيط جدا فعال، أحيانا يذكرني بعض المخالفين هنا مثلا: كيف كتبتم كذا، كيف قلتم كذا. قلت لهم مرارا: هو عالم نشيط، هو ذل الإسلام المسلمين، ليس بمصلحة الإسلام كسر هذا الذل العظيم. كيف كان أنا أشتاق بزيارته وأحبه كثير، ورأيت بالتفرق في كتبه كثير، رأيته عالما نشيط فعال مناسب.